نفس عميق ونبدا على بركه الله 1 2 3 اتفضل. بسم الله. بسم الله. ممكن بولا بقى يعني انا عشان بقول لهم يبتدوا لي الطلبات طب الاثنين عايزين في نفس الوقت بولات اعمل ايه؟ ماشي عايزه بولا فاضيه. اه بولا فاضيه. بولا ومضرب وسباتولا بقى ومضرب. يا اختي لا 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 انا مروحه. لا بقول لكم ايه، انتوا عندكم كل اخوات شيفات ولا ايه؟ في ايه؟ اتفضلي. بسم الله. شكرا. اتفضلي خلي بالكم من بولاتي. انت قلتي سباتولا؟ اه. والمضرب؟ ايوه. بصي طلباتك مره واحده. ايوه مضرب وسباتولا. وانا سباتولا ومضرب. شيف بسمه برضو؟ اه. الله انتوا مذاكرين سوا ولا ايه؟ اتفضلي. ممكن برضو معلقه. معلقه عاديه؟ اه. ماشي. عايزه معلقه عاديه؟ طيب اوكي. اوكي حلو. انت بتجبري بخاطري وخلاص. يلا بينا هنعمل ايه؟ ناخد شيف بسمه الاول. هتعملي ايه شيف بسمه؟ هنبدا نتبل الشاورما. هتعملي التتبيله هنا؟ طب أوه. احضر لك بس مكانها، اظبط لك مكانها عشان الكاميرا بس. تمام. ومش هنحركها من مكانها. خلاص خلاص تمام. هو ده مكانها. يلا هاتي بقى حاجتك. معنا هنا علبه زبادي. علبه زبادي. اه زبادي ساده. ماشي. هاتي لي الفاضي كله هنا وانا هشيله لك. يبقى اول حاجه في التتبيله بتاعتك. اه نزلنا بيها بعلبه زبادي. ماشي تمام. ومعانا هنا عصير ليمون. اه اشغل لك الووك عشان يشتغل. اه يا ريت. وانت كمان يا شيف بسمه اشغل على اعلى عين. اه شفتي من غير ما تطلبي شفتي. طب انزل عادي الليمون ولا ايه؟ اه يلا عيشي الكاميرا معاكي. يلا اعلى عين. بسم الله. اعلى عين اللي هي اللي هناك دي. طيب خلاص دي مش وقتها دلوقتي صح؟ مش عايزاها دلوقتي. ننزل ماشي. خلي برضه معلقه كبيره خل. وانت كمان برضه نفس الحكايه. يا عيني الله يكون في عون بجد يا استاذ احمد اللي بتخلف توأم. انا حسيت بيها في المسابقه دي. عارف الطلبات فجاه واحده. مش عارف اعملي لي هنا سوي لي هنا. ف بالظبط. اه والله زي التوأم اللي هم بيعيطوا سوا ويصحوا سوا. يلا ما بلاش دلوقتي. اه مش ضمناه بصراحه. يلا انت حطيتي ايه بقى؟ زبادي. زبادي وفص من التوم مهروس ناعم وثلاث معالق ليمون ومعلقه كبيره خل. ماشي. وبصل بودر. ماشي. وايه تاني؟ وهنا ده كاري. طب يلا بقى بسرعه شويه عشان ايه اختك. ماشي. حبيبتك لسه ما اشتغلتش. ده جنزبيل. وجنزبيل على طبعا. جنزبيل مع الشاورما روعه. ماشي. ايه تاني؟ معلقه مرقه فوري. ماشي حبيبتي. دي المرقه الفوريه دي بتجيبيها سايبه من عند العطار؟ اه صح. يلا وده توم باودر. ماشي. لو ناس يتبل احنا بننزل المقادير. هننزل المقادير. طيب ودوت معناها تتبيله الشاورما. تتبيله الشاورما بهارات الشاورما. ماشي تمام. وايه ده؟ والله خلاص نسيت. ماشي ما علينا. كزبره. ما علينا وده نسيته. يلا كزبره. كزبره. شويه كمون. وشويه كمون صغيرين. ماشي خلاص كده. هاتي الليمون لو مش عايزاه تاني. اه ده عشان بس الشغل. هتحتاجيه تاني؟ اه اللي هو للحاجات التانية. الحاجات التانية هنخليه لك يعني. ماشي ماشي خلاص كده. شوية من الملح. ماشي. بس خلاص كده. خلي لك الملح برضو. تمام. خلاص دي كده التتبيلة بتاعي. هاخد بس معلقة بسمة. معلقة من الكاتشب. ده كاتشب. ده كاتشب بيت انا اللي عاملاه في البيت. ما هو واضح قوامه واضح. ده كاتشب على تتبيلة الشاورما. خلاص؟ خلاص هنسيبك بقى انت هنا تقلبي وتحطي بس شوية مية. المية. ماشي. يلا يا شيف دعاء. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحط هنا المكونات بتاعتنا اللي هي كمون. ماشي. استني دقيقه واحده اظبط لك بس ايه المكان. يا بركه بسم الله. يلا يا قمر بس وعدول كده. مرقه. اه كمون ومرقه. ومرقه فوريه. اه تمام. وهنا الكاري. كاري. اه طبعا كاري حبيب. ماشي. الفراخ. جنزبيل. وجنزبيل حبيب الشاورما. البصل. ماشي. بصل باودر. ماشي. والثوم الباودر. وثوم باودر. اه يلا. وهنا الكزبره. يعني الفراخ دي مغسوله بليمون وملح عشان كده لونها فاتح. بليمون وملح. بس عشان بقى الزفار. ماشي. وبعدين يا شيف دعاء. وهنا معلقه صغيره بس من البابريكا المدخنه. وهنا التتس بقى اللي هيطلعها كويس جدا اللي هي معلقه سكر. معلقه سكر في تتبيله الشاورما. هتدي تيست حلو جدا. وهنا بقى شويه ملح. حلو. وشويه كتر عشان هيبقى فيه خل وهيبقى فيه ليمون. ماشي. هتحطي خل وليمون في التتبيله. هنحط هنا شويه زيت للتتبيله برضه. ماشي. احنا كنا بقى حاطين في هنا يا شيف دعاء زودتي زيت صح؟ عشان احنا بس هنا. وهنا معلقه كبيره من بهارات الشاورما. ماشي. وايه تاني؟ نص معلقه صغيره من الثوم المفروم. حلو جدا. اللي تخلصيه مش عايزاه تاني ده هتقولي هنا. تمام. ده وهنا معلقه كبيره من عصير الليمون. عصير الليمون. وزبادية كبيره. ماشي. علبه زبادي. اه حلو قوي الكلام. ماشي يا قمر كده انت خلصتي. تمام. مضربك الحلو
يلا ونزلي لنا بقى الفراخ على طول كده. احنا عرفنا تتبيله الاثنين. هروق لكم الدنيا بقى، الم مواعيني. شويه خل وشويه زيت. خل وزيت ماشي. ثلاث معالق كبار. اللي لونها محمر كده البابريكا. البابريكا المدخنه. البابريكا المدخنه. انزل كده خلاص يا شيف. استني مش هتحطي زيت ولا حاجه؟ حطيت شويه زيت. طب ابعديه شويه، ابعديه يهدى شويه عشان هو سخن قوي. ابعديه شويه. ايوه كده على اي عين كده يهدى بس، ماشي، عشان بس ما يلسعهاش. وعايزين لو عايزين نبرده شويه زودي شويه زيت كمان، مش مشكله ده بالعكس، حطي شويه كمان عشان يبرد، بس كمان شويه كمان، ما تحطيهاش بقى على عين البوتاجاز دلوقتي. ماشي. انت عايزه دول؟ انت عايزه المضرب تاني؟ خلاص ده 600 بس. خلاص يعني. ماشي. وانت في ايه؟ هنا خلطت المكونات كلها. هنحط بقى هنا قطع الشاورما. ماشي تمام. بس البابريكا دي هي المفروض الشاورما تقعد في التتبيله من يعني 4 ساعات ل 8 ساعات. ممكن من 4 ساعات ل 8 ساعات علشان تاخد النتيجه بتاعتها تتفتح ويبقى فيها طعم التست بتاع الشاورما التتبيله بتاعتها. هي كانت المفروض عمرها تقعد شويه. بس قولي لي، بس كانت المفروض ان هي تقعد شويه في التتبيله على الاقل 3 ساعات او 4. احنا هنا بنقول من 4 ساعات. يعني لو ده الافضل، بس ممكن في التلاجه تبقى يعني افضل كمان احسن. بس احنا بنقول لو ست بيت مستعجله ممكن تطلعها الصبح التتبيله وتحطها في التلاجه تعملها اخر النهار. ماشي. قول لي يا محمد. مين يا ام محمد؟ اهلا وسهلا. شويه زيت هنا. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ والله سعيدة يا شيفة هالة، سعيدة. أنا متابعاكي على كل حاجة، بس هننزل بالفراخ كلها. مفيش غير النهاردة سعادة الحظ. يا حبيبة قلبي أنتِ منورانا والله يا أم محمد، نورتيني. والله قناتي هي دي، مش مغير عنها خالص، كل الشيفات الحبايب أما نستفاد منكم. يا رب يخليكي يا حبيبتي، وقناتي هي عملناها مخصوص عشانكم والله. وبسم الله ما شاء الله على الشيفات اللي معاك. ايوه يلا دعميهم بقى بكلمه حلوه، يلا طمنيهم عشان ايه خايفين على الاخر. انا التتبيله حلوه اصلا، لدت عليا من غير ما اكل اتحل لما اعملها. ايوه يلا اعمليها بقى وقولي لنا ايه الاخبار. عندك تتبيله شيف دعاء وشيف بسمه. والله الاثنين جمال وفرقتهم جميله، وربنا يبارك فيكي وفيهم ويبارك في اللي رد عليه على التليفون. وبلدي هي دي بقت حاجه مهمه في حياتنا والله. ربنا يخليكي يا ام محمد، انت نورتينا. عاوزه اسالك، طيب انا عندي توم. تمام. والتوم هيظبط عشان ميعاده جايه. بالظبط. عاوزه افصصه وابله واحطه في الكبه، ولا افصصه على دي فصصيه وخزنه فتحه مثلا مفتوحه، ولا خزنه كده؟ لا افرميه في الكبه بزيت، لازم تحطي فيه زيت عشان ريحته ما تطلعش في الفريزر بس. هاي. وتحطيه في اكياس، الكيس تاخدي منه رق رفيع عشان تعرفي تقطمي منه كده من غير ما تفكي الكيس وترجعي تجمديه تاني عشان لونه ما يغمقش. يعني مبدأ. يلا بينا. نعم يلا. شيف بسمه، ايه يا جماعه في ايه؟ انا حطيت هنا الفراخ بس تاخد. ايوه هو مين اللي بيكلمني؟ صدمه بس الاول عشان خاطر لازم، وبعديها اقلبها، ما ينفعش اقلبها دلوقتي. ماشي. يعني اول ما نزلتيها في الزيت بتسيبيها. ما بتقلبيهاش دلوقتي. شيف بسمه يا جماعه نزلت اهي الشاورما في الزيت، وبتقول شيف دعاء. انا لخبطت صح؟ شيف دعاء. انا طب قولوا لي. ماشي. شيف دعاء نزلت ال 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 الشاورما، لخبطتوني في الزيت، بس ما بتقلبش دلوقتي، بتسيبها شويه. تمام شيف دعاء صح؟ ايوه. اما شيف بسمه عملتي ايه؟ نزلتها برده في زيت سخن جامد، كنت سخنه لما تاخد لون من تحت بعدين اقلبها. طيب تمام. ممكن دلوقتي نبدا ان احنا نعمل بس كده، قلبي كده يا شيف دعاء عشان ما تلزقش. ايوه كده. وانت هتعملي ايه يا شيف بسمه؟ لو ممكن برضو نجهز. نبدا نجهز التوميه. ماشي يلا لو عايزه تجهزيها. يا حاجه ناديه اهلا وسهلا. يا حاجه ناديه اهلا بيك. ماشي انا عاوز اظبط التقليب بقى معلش. فين ألو. فين يا محمد؟ اي حاجه ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف هاله؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامله ايه؟ يا رب الله يخليك، يا رب ينجيك يا شيف هاله ويخلي لك اولادك. الله عايزه مساعده، عايزه مساعده منك. طيب معاكي محمد في كنترول. هياخد رقمك من عينيا. بالله عليك كلميني بعد. حاضر يا حبيبتي. حاضر حاضر. نشيل دول مش عايزينهم تاني طبعا صح؟ انا نعوز بس مضرب، وهنعوز هل ولا عندنا البوتاجاز؟ عايزه مضرب تاني؟ عشان خاطر نعمل بيت توميه. طب انت عايزه الميه؟ هنعوز ميه للتوميه. ماشي كوبايه ميه بقى. وانت هنا يا شيف دعاء عايزه ايه؟ كوبايه ميه. كوبايه ميه اهي، الميه موجوده اهي.
ادي سباتولا نضيفه وادي ومضرب. انت عايزه مضرب؟ ماشي. بصوا يا جماعه على الشاشه اهو قدامكم الشاورما المحمره شويه دي بتاعه شيف دعاء اهي، لكن الشاورما اللي لونها مصفر او ابيض دي شيف بسمه، صح كده؟ تمام. طب قلبي قلبي بقى يا شيف بسمه. ايوه قلبي قلبي. احب انا الصوت ده بقى، الصوت ده يطلع معانا يا جماعه يعني احنا ماشيين صح. ايوه كده. سيبك من اللسعه، ده اللسعه دي اللي هي كانها مشويه دي. احلى طعم. يا شيف دعاء ايه الاخبار؟ اهو تمام ماشي. هنبدا بقى ان احنا هنا عايزه اشغل لك العين دي. حاضر. ايوه استني بس عشان انا دايما بعملهم غلط يعني. ابقى قصده دي اولع دي. بصي طول عمري اهو. لا صح. لا تمام. والله جت من اول مره. وشك حلو يا دعاء. ها يا شيف بس مش عايزين ولعنا العين دي برده. خلاص انا استني انا حفظت بقى. يلا يا قمر ما تجيب لنا كده يا محمد الكومنتات على اللايف كده. يلا عايزين كوبايه. عايزه كوبايه عشان اعبر فيها الميه. كوباية عايرة بيها؟ مفيش كوباية. ممكن تعملي بقى بالنظر كده ولا تمام ايه؟ تمام تمام ماشي. احنا محتاجين يعني كوباية مية. انت قولي المقادير. هي كوباية مية وتلات معالق نشا. كوباية مية. احنا كده هنعمل التومية. دي مقادير التومية. التومية. انا محتاجة مية بس. محتاجة مية. حاضر. مقاديرك قولي لنا مقاديرك يا شيف. كوباية مية وتلات معالق نشا. دي في الأول خالص. بنسويها خالص لما تبقى شفافة كده. نبدأ نشتغل. معلش معلقة نضيفة. حاضر. يا شيف دعاء المية اهي. معلقه نضيفه. محمد هات لنا الكومنتات. يلا معلقه نضيفه اهي. معلقه نضيفه اهي. طب ماشي حد يقراها لنا يقول لنا. طيب يلا ننزل كده على الميه. ثلاث معالق نشا على كوبايه ميه. دي معلقه على كوبايه ميه على البارد. على البارد. ماشي. الروائح ابتدت تطلع يا جماعه. هنا انا حطيت كوبايه ميه على ثلاث معالق نشا. ماشي برده. مش انا بقول لكم انتوا مذاكرين مع بعض. انتوا مذاكرين مع بعض يا جماعه. لا بصي ده بيبقى من اصل المقادير يعني ده عشان ايه ما تطلعش خفيفه معاكي. يلا بينا. مش عايزين ميه تاني خلاص؟ لا خلاص كده. ها؟ محدش يعيط يقول عايز ميه. عايز ميه. طبعا ما بننساش الشاورما كل شويه نقلبها بقى. خلاص طالما نشفت امان بقى نقلب براحتنا. لا الروايح بجد طالعه حلوه قوي. انت يا شيف دعاء ايه الاخبار؟ تمام ماشي. لازم افضل اقلبها كويس جدا عشان ما تلزقش. ماشي. وبرده ما ننساش التوميه عندي لازم اقلب فيها كتير عشان ما تكلكعش. عشان ما تبقاش مخلصه. احنا عاملين نسخه اصلا وشايلينها في الثلاجه. يا ريت نجيبها. تمام. يبقى احنا كل واحده فيكم مقاديرها زي الثانيه. طب قد انا درجه ازاي يعني؟ بالله عليك الطعم بقى. كل واحده مقاديرها زي الثانيه. البهارات. الطعم بقى. النفس. الطعم. يلا حبيبتي اللي كاتبه على اللايف عايزه المكرونه بالبشاميل. عينيا. حاضر يا قمر. ايه تاني كومنتات تاني؟ يلا يا جماعه. اول ما تبتدي كده ان هي تتقل معايا ابعدها شويه عن النار واقلبها. تقلب كده معاكي. ابعدها شويه. وتقلبيها كده بالشكل ده. وبعدين هتركنيها. هركنها شويه. وهسيبها تبقى. انت عايزه العين دي تاني؟ لا عشان هتسخن لك الدنيا بس. يلا. وانتي نفس الحكايه. احنا بنسيبها لحد ما تكون شفافه خالص. لان تكون استوت عشان طعم النشا ما يبانش معايا يبقى ظاهر طعم النشا. لا انا عايزاها تستوي خالص. يعني لما تاخد اللون الشفاف. ايوه تبقى اللون الشفاف عشان تستوي خالص تبقى معايا ان هي ما يبقاش فيه طعم النشا. تبقى استوت تماما. تمام. عشان لما اضربها في الخلاط ما تبقاش تديني طعم النشا خالص فيها. ماشي. يكون النشا استوى. ماشي. عزه عزه حبيبتي. عزه ايه؟ عزه على اللايف بتقول لي الطرحه والبندانه. عز عادل الطرحه والبندانه ايه؟ رائعه. انت اللي عينيكي حلوه. يا ابني بالظبط كده. عايزين التوميه اللي في الثلاجه. بصي كده شوفها لنا كده اهي. ماشي كده خلص خالص كده. هنوريها للؤي. بصي يا لؤي فضلت تقلب في الميه بالنشا لغايه ما اديتها اللون ده. وبعد كده نسيبها تبرد. اهي اهي باينه معاكم اهي. بصوا اهي لازم تكون شفافه خالص. اتاكد ان النشا استوى كده. النشا استوى. ايمان محمد بتقول على اللايف دلوقتي الاختيار شكله هيبقى صعب. فعلا الروايح وطريقه الشغل بتقول ان انا النهارده يعني بصوا هتعب جدا على ما نقدر نحدد في الاخر بقى هيبقى الطعم. اشيل دي خلاص. دي خلاص كده جاهزه. طب اوعي ايديكي وايديك سخنه. حاسبي ايديك. ماشي انا خلاص مش لاقيه مكان بصراحه احط فيه الحاجه. وانتي كمان يا شيف دعاء. هنا خلاص؟ انا خلصت دي اهي. ماشي. هسيبها بقى ان هي تبرد شويه واضربها بقى معاها. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ماشي.
نشيل دي كمان. طيب احنا مفيش مكان نحط فيه هنا بقى. وادي اللي بردت بتاعتك اهي. اه وادي اللي بردت بتاعه شيز بس. تمام تسلم ايدك يا شيخه. تسلمي. ام احمد معانا. يا ام احمد. ام احمد اهلا وسهلا. يا ام احمد فين يا محمد؟ طيب انت كده واقفين لغايه كده. عايزين خلاط بقى عشان نضرب التوميه. ماشي احنا كده خلاص الشاورما امان. دخلت في السوى. والتوميه بتاعتك او المهلبيه بردت. طيب وانت هنا يا شيف دعاء واقفين لغايه كده. بتركزي ان هي تتشرب وتستوي وهنبدا ان احنا نعمل التوميه. برده واقفين في نفس الخطوات. ماشي محتاجه بس خلاط عشان اضرب المكونات. ماشي قولي. في السياح على اللايف بتقول لي هي من السعوديه حبيني قوي 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 نورتينا. ويا هلا يا هلا باهل السعوديه الكرام وكل حبايبنا في الوطن العربي حبايب قلبي.